طيب يلا نكمل. يلا يا بنات انتوا كلكم كويسين ما شاء الله. يلا فبقول الذرة بتاعتي متعادلة كهربيا في الحالة العادية، قلنا لأن أنا عندي عدد الإلكترونات السالبة اللي بتدور حوالين النواة بيساوي عدد البروتونات الموجبة اللي موجودة جواها النواة، يبقى عدد البروتونات بيساوي عدد الإلكترونات. طيب قال لي طبعا عندي كده الذرة بتاعتي مثلا زي اهو، هناخد بقى ناخد مع بعض كده الألومنيوم أتوم، ذرة الألومنيوم فبكتبها ايه؟ ال نكتب كويس، ادي ايه ال دي ذرة ألومنيوم. بلاقي عندي رقمين كده جنب العنصر بتاعي، من واحد من تحت كده على الشمال والتاني من تحت من فوق كده اهو، بلاقي هنا مثلا رقم من تحت والاقي رقم من فوق. قال لي ايه الارقام دي بقى؟ فهنعرف دلوقتي ايه الارقام دي. كده الاي ال قلنا ده رمز العنصر اللي قالوا لنا بيبقى مشتق من الاسم اللاتيني بتاع العنصر، تمام. قال لي طب ايه هما الارقام؟ قال لي اللي من تحت ده اسمه العدد الذري. اسمه ايه يا بنات؟ العدد الذري اسمه ايه؟ العدد العدد الذري اسمه العدد الذري قال لي ايه هو العدد الذري ده؟ قال لي العدد الذري ده بيعبر لي عن عدد البروتونات الموجبة اللي موجودة جوه النواة. يعني مثلا لما يقول لي 13 هيبقى انا عرفت كده ان ذرة الالومنيوم بتاعتي، اي ذرة الومنيوم عندي هيبقى جوه النواة 13 بروتون موجب، اهو بكتب 13 موجب اهو. طيب قال لي وبرضه هو بيساوي عدد الالكترونات السالبة اللي بتدور حوالين النواة، لان انا قلت لكم في الذره المتعادله الموجب قد السالب، الموجب اللي جوه النواه قد السالب اللي بيدور حوالين النواه. طب ما ال 13 عندي 13 موجب، هيبقى اكيد في 13 زيهم سالب بيدوروا حوالين النواه علشان الذره بتاعتي تبقى متعادله. يبقى ال 13 دي بقول عليها العدد الذري. بنقول عليها ايه يا بنات؟ العدد الذري العدد الذري. العدد الذري العدد الذري تمام يا بنات. ثواني بس يا بنات بظبط المايك. انتوا سامعيني كويس يا بنات ولا الصوت واطي ولا ايه الدنيا؟ لا لا الصوت كويس. حلو يبقى دي بقول عليها العدد الذري، وهو اللي بيساوي عدد البروتونات الموجبة اللي موجودة جوه النواة. قال لي طيب وهو برضو عدد الإلكترونات، لأن أنا قلت الذرة بتاعتي في حالتها العادية متعادلة، الموجب قد السالب، البروتونات الموجبة اللي موجودة جوه النواة قد الإلكترونات السالبة اللي بتدور حوالين النواة. طيب ماشي ده عرفنا اللي تحت. طب الرقم ده اللي هو 27، قال لي ده بقول عليه بسميه بنات العدد الكتلي، بنسميه يا بنات ايه؟ العدد الكبير الكتلي، العدد الكتلي. طيب ماله العدد الكتلي ده؟ قال لي ان هو اصلا بيساوي هو مجموع الحاجات اللي جوه النواه. طب ايه الحاجات اللي عندي جوه النواه؟ انا عندي جوه النواه بروتونات ونيوترونات. نيوترونات تبقى تاني الفنان. ثواني يا بنات اكتب كويس. يبقى انا عندي جوه النواة موجود بروتونات وموجود نيوترونات. نيوترونات. يبقى العدد الكتلي ده هو مجموع الحاجات اللي جوه النواة مع بعضيها، البروتونات والنيوترونات. يبقى انا عندي اللي عندي العدد بقول عليه العدد الكتلي، وده مجموع، وده ماله بيساوي ايه؟ قال لي مجموع البروتونات والنيوترونات مع بعضهم، البروتونات والنيوترونات لما نجمعهم مع بعضهم بيدوني العدد الكتلي ده. طيب قال لي هو بيبقى مديني الرقمين، بيبقى مديني العدد الذري والعدد الكتلي. قال لي ال 27 دي اللي هو العدد الكتلي، اطرح منها العدد الذري اللي هو عدد البروتونات اللي هو ال 13، هيدينا عدد النيوترونات لوحدها. طب 27 ناقص 13 كام يا بنات؟
14. يبقى عدد النيوترونات اللي عندي اللي بقول عليها ان هي متعادلة هتبقى موجب وسالب 14 اهي. يبقى ال 13 وال 14 مع بعضهم دول دول العدد الكتلي، عدد المجموع عدد الحاجات اللي موجودة جوه النواة. تمام. تمام. طيب هنقول تاني. طب انا عندي اهو اقول لكم عنصر تاني، ال NA الصوديوم 11 23. ال 11 دي بقول عليها ايه؟ اسراء. اسراء ال11 دي هتكون سالب 11. لا، بتبقى اسمها ايه؟ يعني الرقم ده بنقول عليه العدد ايه؟ العدد العدد الذري. يبقى بنقول عليه، ماشي يا اسراء، بنقول عليها العدد الذري. طيب اللي هو عدد ايه يا اسراء العدد الذري ده؟ اللي هو عدد البروتونات. ايوه، هو عدد البروتونات الموجبة، وبيساوي برضو ايه تاني؟ الإلكترونات. اه، عدد الالكترونات السالبة. لذلك الذرة بقول عليها متعادلة عشان الموجب قد السالب. يعني لما اقول لك الذرة دي فيها كام بروتون هتقول لي 11، فيها كام الكترون تقول لي 11. طيب يلا يا مين تاني؟ يلا يا ريموندا. نعم. طيب ال 23 دي مالها يا روموندا بقى؟ أي هذا الكتب اه، اللي بنسميها العدد الكتلي، اللي هو ايه يا روموندا العدد الكتلي بتاعي؟ اللي هو البروتينات والنيوترونات. اه، يبقى البروتونات زائد النيوترونات اللي هي الحاجات اللي جوه النواة، هو دول مجموعهم مع بعض. البروتون زائد نيوترون. طيب تمام يا بنات، ممتازين. طيب يا آلاء، طيب انا دلوقتي جبت عدد البروتونات، جبت عدد الالكترونات، عايزه اجيب عدد النيوترونات، اجيبه ازاي؟ هيكون 23 ناقص 11. اه، يبقى العدد الكتلي اطرح منه العدد الذري هيديني عدد النيوترونات. العدد الكتلي اللي هو ال 23 ناقص ال 11 اللي هو عدد البروتونات هيدينا عدد النيوترونات، و23 ناقص 11 هيبقى كام؟ 12. تمام. طيب تمام. ناخد واحدة تاني عشان نأكد على الكلام. لو خدنا مثلا ال ام جي 12 24، دي ذرة مغنيسيوم. مين بقى اللي ما قالش معايا؟ أنا يمس. ماشي يلا يا ملك. ال 12 دي ايه يا ملك بقى؟ تمام. ال12 عدد ذري، العدد الذري اللي هو عدد ايه؟ عدد البروتونات، ويساوي برضه عدد الإلكترونات. ممتاز يا ملك، البروتونات وهو عدد الالكترونات. البروتونات دي موجبة ولا سالبة يا ملك؟ البروتونات اه، موجبة، والالكترونات؟ الإلكترونات سالبة الشحنة. تمام. طيب يلا يا مين تاني اللي ما قالش معايا بقى؟ اسراء والاء وملك ورموند قالوا. يلا يا ريم. معايا يا ريم؟ يا ريم. طب يلا يا ساندي، لحد ما ريم تفتح المايك. يا ساندي نعم يا مس. يلا. ال 24 دي ايه هي يا ساندي دي؟ العدد الكتلي، اه، اللي هو ايه بقى؟ البروتينات والنيوترونات. مع بعض. طيب الى عدد الكتلي اللي هو البروتون والنيوترون. طيب طلعي لي بقى عدد البروتونات هيبقى كام؟ هنطرح العدد الكتلي ناقص العدد الذري هيبقى 12. 24 ناقص 12 هيبقى 12. طيب يا ريم، معايا يا ريم؟ أوامس. كنت فين يا ريم؟ طيب يا ريم، طب اللي احنا بقى، انا قلت عندي يا ريم، تعالى ناخد واحد تاني عشان خاطر ريم. ده هديلك واحدة سهلة خالص يا ريم. الهيدروجين واحد واحد، يعني هو اصلا الهيدروجين اصلا كل واحد واحد، فالهيدروجين ده الواحد ده ايه ده يا ريم ده؟
هيكون الذري او العدد الذري، الكتروني بنقول عليه العدد الذري، بنقول عليه او العدد الكتروني. الذري، اللي هو العدد هيكون الذري ده بيساوي اللي هو عدد البروتونات الموجبة، بروتونات السالبة. او بيساوي عدد الالكترونات. يعني هو عدد البروتين، انا كده ذرة النيتروجين الهيدروجين فيها بروتون واحد وفيها الكترون واحد. طيب اللي فوق ده اسمه ايه يا بنات؟ اسمه ايه؟ خليكي معايا. مين؟ ريم. يلا ريم، واللي فوق ده اسمه ايه؟ اسمه عدد الكتل. تمام، الكتل. على الكتل اللي هو ايه بقى يا ريم؟ عدد الكتل اللي هو ثانية، عدد الكتل اللي هو عدد البروتونات وعدد النيترونات مع بعضهم، البروتونات والنيترونات مع بعض، يعني مجموع الاثنين مع بعض هو العدد الكتلي، مجموع الحاجات اللي جوه النواة. طيب تعالى نطلع، تعالى يا بنات نطلع عدد النيترونات من هنا، هنقول العدد الكتلي ناقص العدد الذري، هنلاقي واحد ناقص واحد صفر. فذرة الهيدروجين ما فيهاش نيترونات، فيها بروتونات وإلكترونات بس، تمام؟ هنلاقي النيوترونات ما فيهاش، هي كل هو كلها واحد، كل حاجة فيها واحد على بعض. تعالوا نكمل مع بعض يا بنات. يبقى احنا عرفنا هو العدد الذري وعرفنا العدد الكتلي، وقال لي العدد الذري هو عدد البروتونات الموجبة اللي موجودة جوه النواة، والعدد الكتلي هو عدد البروتونات والنيوترونات ده اللي موجودين جوه النواة، داخل النواة. فلما يجي يقول لي ما معنى ان العدد الذري بيساوي 12 17 للكلور، معناها ان عدد البروتونات الموجبه اللي موجوده جوه ذره الكلور يساوي 17، وهقول له برضه عدد الالكترونات السالبه اللي بتدور حوالين النواه 17، لان الذره قلت عليها ان هي متعادله، يعني الموجب فيها قد السالب اللي هو البروتونات الموجبه قد الالكترونات السالبه. قال لي لما بقول العدد الكتلي يساوي 35 للكلور، يعني ايه؟ يعني الكلور لما بكتبها 17 اهي، اللي هو العدد الذري من تحت والكلو وال 35 العدد الكتلي من فوق. قال لي ال 35 دي مجموع البروتونات والنيوترونات مع بعضهم، بقول ان هم بيساووا 35. اهو قال لي العدد الذري عدد البروتونات وهو عدد الالكترونات، العدد الكتلي عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات، العدد النيوترونات بيبقى العدد الكتلي، بطرح منه العدد الذري. قال لي العدد الكتلي دايما اكبر من العدد الذري، ليه؟ قال لي لان العدد الذري ده عدد حاجه واحده، عدد حاجه واحده اللي هي البروتونات، لكن على العدد الكتلي هو عدد حاجتين، عدد البروتونات والنيوترونات مع بعضهم، يبقى دايما العدد الكتلي بتاعي يا بنات بيبقى اكبر من العدد الذري، لان العدد الكتلي يا بنات ده مجموع حاجتين، مجموع بروتونات مع النيوترونات مع بعض، فانا بجمع حاجتين مع بعض، لكن العدد الذري هو مجموع حاجه واحده اللي هو البروتونات بس. يبقى انا عندي دايما بقول العدد الكتلي اكبر ليه من العدد الذري؟ غالبا من العدد الذري، هقول لان العدد الكتلي بيساوي مجموع اعداد البروتونات والنيوترونات مع بعضهم، بينما العدد الذري بيساوي عدد البروتونات فقط. تمام يا بنات لحد هنا؟ ماشي. تمام. في حد خرج؟ مين اللي خرج؟ ملأ. طيب بيقول لي ما النتائج المترتبة على عدم احتواء نواة عنصر الهيدروجين على نيترونات؟ يعني أنا ذرة الهيدروجين أنا كتبتها لك اللي هي واحد واحد ما فيهاش نيترونات، طالما أنا ما عنديش نيترونات يبقى العدد الذري بتاعي هيزود العدد الكتلي، لأن اللي بيخلي العدد الكتلي يبقى يفرق عن العدد الذري عدد النيترون، يعني بيزود على عدد النيترون. طب قال لي دلوقتي ما فيش نيترونات يبقى العدد الذري هيزود كتلي، يبقى لما ذره مش ذره الهيدروجين مش بتحتوي على نيترونات، يبقى كده العدد الذري هيتساوى مع العدد الكتلي، لان انا خلاص شلت النيترونات، يبقى العدد الذري هيبقى قد العدد الكتلي. تمام يا بنات لحد هنا؟ تمام يا مس، تمام يا مس. نعتبر ان الحل ده مش موجود عشان نحل مع بعض. بيقول لي هنا الشكل المقابل نواة ذرة الفلور، بيقول لي عدد الإلكترونات 9، لا مش هقول لكم أنا عدد الإلكترونات إيه، بيقول لي في موجب 9 وموجب وسالب 10. طيب يلا واحد واحدة، كل واحد هيقول لي حاجة. يلا يا علا، عدد الإلكترونات بيساوي كام في الذرة اللي قدامك ده؟ الذرة دي اللي قدامك
يلا يا علا، يا الاء، علا قالي. يلا يا الاء، معلش يا الاء، يلا يا الاء. عدد الالكترونات بيساوي كام؟ 9. 9. تمام، ممتاز. يلا يا اسراء، عدد العائد الذري بتاعك كام يا اسراء؟ العدد الذري 9. ممتاز يا اسراء. يلا يا ريموندا، العائد الكتلي بتاعك كام يا ريموندا؟ 19. العائد الكتلي، مجموع الحاجات اللي جوه النواة. ممتاز يا ريموندا، يبقى 19. يلا يا ريم، رمز الذرة بتاعتك بقى. رمز الذرة ثانية. اف رمز الذرة ده ذرة ايه؟ رمز ده يعني بيقول لها هي ذرة الفلور، اعملي لي رمزها يعني بالانجلش. ذرة الفلور بالانجلش رمزها ايه؟ اقصد يعني الرمز الكيميائي بتاعها، مش بالانجلش، الرمز الكيميائي بتاعها، يعني احنا بناخد الرمز اللاتيني. الاف ذرة الفلور اف، بكتبها اف كده هتبقى. بص، طب تعالى اما نكتبها بقى، ما احنا هنكتبها بقى بكل حاجة بتاعتها. اف كام كام بقى؟ نكتب العائد الذري بتاعها جنبها والعائد الكتلي. يبقى انت قلت لي اف، العائد الذري بيتكتب من تحت، نكتب اف ايه من تحت. يلا مين اللي كان معايا؟ يا ريم، يلا يا ريم كملي. الاف هيبقى تحت 9، تمام، واللي فوق 19. 19. ايه، ممتاز، لان اللي تحت العائد الذري اللي هو مجموع الموجب بس، واللي فوق مجموع الاثنين اللي جوه النواه، 9 وال10، البروتون مع النيوترون 19. يلا يا ساندي، اخر حاجه وهنقفل على طول، هتحل واحده. الكربون 6 12، قولي لي العدد الكتلي بتاعه كام من هنا؟ يلا يا نعم، ساندي، ادي الرمز العنصر اللي عندك، الكربون السي 6 12، دي ذره كربون. العدد الكتلي بتاعك كام هنا؟ 18 طب العائد الكتلي بتجيبيه منين؟ العائد، بجمع. لا هو كده كده جايبهولك، هو كاتب لك سي 6 12. اللي تحت ده هو عائد العائد الذري اللي هو عائد البروتونات الموجبه. طب واللي فوق؟ وهو هو بيساوي عائد الالكترونات. اللي فوق ده العائد الكتلي اللي هو بيبقى جمعهم لك اصلا، هو العائد الكتلي. يبقى اللي فوق هو اللي هي ال 12 دي، هي العائد الكتلي اللي هي بيبقى ايه، مجموع الحاجات اللي جوه النواه، يعني السته ومعاها سته زيها اللي هي نيترونات، فاداني 12. طب قولي لي دي يا سند علشان اشوفك عرفتيها ولا لا. ال ان ايه 11 23، فين العائد، فين العائد الكتلي بتاعها؟ العدد الكتلي 23، تمام، اللي هو من فوق. والعائد الذري، 11. ايوه تمام، ممتاز، من تحت. لما اجيب عدد البروتونات يا بنات، يبقى كام عدد البروتونات اللي عندي في الذره دي؟ عدد أربعة البروتونات، عدد البروتونات كام يا شباب؟ 11. لا، عدد البروتونات 11، اللي هو عدد البروتونات هو الرقم اللي هو بيساوي العدد الذري اللي هو 11، وهو برضو عدد الالكترونات. يبقى العدد الذري يا بنات هو عدد البروتونات، وهو هو عدد الالكترونات. تمام، طب العدد الالكترونات برضو 11، لان انا قلت العدد الذري ده هو عدد البروتونات هو عدد الالكترونات. طب العدد الكتلي، عايزين اقصد عدد النيوترونات، عدد النيوترونات اللي فوق نطرح منه اللي تحت، يعني ال 23 هنطرح منها ال 11 هيدينا عدد النيوترونات، هيبقى عندي عدد النيوترونات 12. تمام فهمت يا مريم. تمام يا شباب، هنكملها المرة الجاية وهنفهم أكتر المرة الجاية. مع السلامة، أشوفكم الحصة الجاية. مع السلامة. سلام.